يناير 1972، بعد شهر واحد فقط من قيام الاتحاد، وفد من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية يزور الإمارات. وخلال هذه الزيارة تم الاتفاق على إنشاء البعثات الدبلوماسية، بعدها افتتحت السفارات وأعلنت العلاقات الثنائية، وبدأت معها حكاية استثنائية تتناغم فيها عناصر القوة والاحترام. تلاقت فيها الرؤى بين دولتين تحملان على عاتقيهما ثقلا حضاريا وإرث عريق، شراكة استراتيجية تتجاوز التعريفات التقليدية، الحدود الجغرافية، التحديات السياسية، تجمع مستقبلا متسارعا بتاريخ عميق. هي ليست صفحة عابرة في تاريخ العلاقات الدولية، هي مثال للتعاون المتكامل، جسر متين يمتد لصالح الشعبين الصديقين، لصالح المجتمع الدولي، لبناء عالم أفضل أكثر سلاما وازدهارا. فيها تجتمع حكمة الشرق بحنكة الغرب لمستقبل أكثر استقرار. العلاقات الإماراتية الروسية شراكة لا تقتصر على المصالح، لا تعترف بحدود أو آفاق، هي شراكة إنسانية. إلى اللقاء.